ويردنا في شريط الهام الآن وفاة الفنان رابح درياسة رحمه الله كما تتابعون في شريط الهام أسفل الشاشة. إذا نعيد نذكر وفاة الفنان رابح درياسة رحمه الله، تمنى له أن يتغمده الله برحمته الواسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعود إليك دكتور واصل في الفكرة. طبعا ما دام نترحم على الفقيد الراحل درياسة نتحدث دبلوماسية بأشكالها المتعددة.